ما تعملش زي حماصة. حماصة ده واحد زميلي انت ما تعرفوش، المدير كلفه بمهمة ان هو يحسب اجمالي مبيعات كل صنف لوحده، فهو قاعد يحسبهم كده. سيبك من حماصة واعمل زي ما هقولك. هنقف على اول خلية ونكتب الدالة دي يساوي sum if. بيقول لي هنا اختار الرينج، هختار الرينج بتاع الاصناف اللي هنا، حدده كله، وبعدين هكتب فاصلة منقوطة، وهنا الكريتيريا او المعيار هكتب رقم اول خلية عندي هنا، هي مش باين عشان هي تحت المعادلة، فهي عندي هنا رقمها F5. بعد كده فاصلة منقوطة تاني، وبعد كده بيقول لي هنا sum range او المدى بتاع الاجمالي، احدد على كل الخلايا بتاعت العدد اللي هنا بتاع كل صنف. هقفل القوس وبعدين ادوس انتر. جاب لي هنا الاجمالي بتاع اول صنف اللي هو اللابتوب. عشان اجيب الاجمالي بتاع باقي الاصناف هقف هنا على الزاوية واسحب وانزل، وهنا جاب لي الاجمالي بتاع كل صنف عندي من الاصناف اللي انا بعتها. ومهم جدا ان انت تحول بياناتك الى جدول عشان لما تيجي تضيف اي حاجه جديده، لو هنضيف مثلا هنا اللابتوب، خلينا نضيف مثلا 8 قطع، وهنا هيتحول الاجمالي تلقائيا الى 100. فكل لما تضيف مبيعات جديده الاجمالي هنا هيتحدث بشكل تلقائي، حتى لو عدلت او حذفت اي حاجه منهم برضه هيتحدث هنا بشكل تلقائي. تابعني لو عايز تشوف فيديوهات اكتر من دي على كل منصات السوشيال ميديا موتك عربي.